النصيحة دي بقولها كل يوم أكتر من 20 مرة، فقلت بقى أقولها في فيديو علشان كل الناس تسمعها، كل الناس اللي بتعاني من آلام في رقبتها، الفقرات العنقية، خشونة الفقرات العنقية أو الانزلاق الغضروفي العنقي أو حتى شد عضلي في عضلات الرقبة الخلفية. من فضلك لما تيجي تنام نام على مخدة بارتفاع الكتف وانت نايم على جنبك، يعني رقبتك ما تكونش مايلة للاتجاه ده أو للاتجاه ده، تبقى رقبتك مستوية، وفي نفس الوقت الراس والرقبة الاتنين مستريحين على المخدة، ما ينفعش احط راسي على المخدة والرقبة تبقى متشعلقة في الهواء، ده هيسبب شد عضلي في عضلات الرقبة يفضل معاك طول اليوم لما تصحى من النوم. ياريت قبل النوم كمان نعمل كمادات دافية في قربة مية سخنة او ازازة مية حتى بلاستيك، ونحط فيها مية سخنة وندفعها بحاجة خفيفة ونحطها على مكان الوجع على الرقبة من ورا وبين عظمتين لوح الكتف لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة، وبعد ما نشيل الكمادات الدافية دي نحط أي دهان مسكن أو أي مساج جل أو مساج كريم ونعمل بيه مساج لمدة 2-3 دقايق قبل النوم وننام على المخدة المظبوطة، هتفرق معانا كتير طول اليوم. شكرا لكم.